بس أنا سؤالي عن الدراما، هل هي فعلا يعني مستند نستند عليه؟ محمد أنت قاعد تقول أنا أرجع للمسلسلات لا أنا ما أرجع الدرامية. أخذها كمستند، أنا أشوف الدنيا شلون سووها عشان يعني أستفيد من الصح اللي سووه واستفيد من الغلط اللي سووه. حلو، تقدر تميز ما أخليه مرجع تاريخي يعني. ولا لا إن إذا بطالع مثلا سنة الهدامة لازم أطالع مسلسل الهدامة، لا طبيعي لازم أقرأ صار سنة الهدامة، بس أنا أقصد إنه عشان لا أطيح بالغلط اللي طاحوا فيه والشيء الصح أسوي يعني مو نفسهم أطوره، أبدأ من حيث إنه هم انتهوا. صح. بس الحين في حيلة في الكتاب يسوونها، إن أنا أقدر الحين عهد العنقريز ما راح يكون إن لبس نفس لبسنا نفس أشكال، لا أنا راح يكون لبس غير، شلون؟ شكل غير، الراكورات غير، نفس مسلسل نيران اللي قدمه الأستاذ أحمد المغلى سنة من السنين، مسلسل تراثي وتكلمون خليجي بس لبس غير، الأشكال غير، اللحية غير. يعني قال إن هذه ديرة ثانية، هي ديرة ثانية بس أيام بيوت الطين، بس اللبس والشكل غير. هني عشان هو يبرر نفسه من سالفة إحنا قبل ما كان عندنا كذي وإحنا قبل. فإحنا ساعات المؤلفين نلجأ لهذه الحيلة، ما نحط حدث نوثق فيه، يعني ما نحط مثلا إذا حطيت الطاعون خلاص أنا حطيت الطاعون، الجذري حطيت الجذري، فأنا لا ما أخلي بيوت الطين ولبس هذا، بس ما أحط حدث تاريخي عشان لا أرتبط فيه. هذه أهم نصيحة قال ليها منير الزعبي. قال محمد إذا أنت حطيت مثلاً الغزو الناس راح تقول 90، كورونا راح تقول 2020، فأنت شو تسوي؟ لا تسوي حدث موثق، إنه موثق افتح الزمان وعيش، يعني عادي يعني راح تقدر تلعب لسنين لعب. حلو. يعني أنا شفتك توا قلت ملحوظة للأخ محمد الشطي، قلت له والله نسفتك مضبوطة على ذاك الوقت، صح، فشكلك أنت داش بعد بهالموضوع للأعداد المسلسل، لأنه وايد مو قاعد يخليني أنام مركز وايد معك.